جمهور الزوراء يسأل ملعبنا راح يفتتح هذا العام لو هم راح يتأخر؟ القريب جدا إن شاء الله، بعد أنه صار تنسيق بينه وبين شركة، وبين تعرفون ديك الفترة كنا ناويين نفتتحها، بس أكو بعض الشغلات الإدارية البسيطة اللي يعني إدارية له نقصات، نقصات إدارية يعني قصدي مو بالملعب، بمسائل المنازع وغيره وغيره. من كملت إن شاء الله قريب جدا راح يفتتح، راح يكون يعني اكو موعد سقف زمني محدد حتى تفتتحون الملعب؟ خلينا نبشر جمهور الزوراء، نقول بعد عودتي يمكن يعني اعتقد اسبوعين الى ثلاثة اسابيع بهذا الفتره، يعني مو فتره بعيده، يعني الدور القادم من الدوري راح تلعبون على ملعب زوراء ان شاء الله. والميزانيه انحل وضح له بعد؟ لا ما انحل، تبقى هاي المعاناه موجوده للزوراء طبعا، في كل سنة تجدد هاي المعاناة بعد قرار مجلس الوزراء الأخير اللي عرفت جنابك أيضا أنه خصص مبلغ خدمكم هذا الموضوع خدم، بس أنت عملية الـ يعني دفع الأموال عملية يعني كلش صعبة. مشكلتكم بالنقل أو بالمالية؟ بالمالية دائما تكون مشكلتكم. أدري هم أصحاب مال المالية، مو هذا أعطوكم الضوء الأخضر من النقل، أعطونا الضوء الأخضر وقالوا ما عندنا مشكلة أن يكونون هم الزوراء في أي منشأة من منشآتنا الرياضية، سواء العفو يعني شركاتنا الأخرى اللي هي الرابحة، مثلا شركة النقل البحري احنا طلبنا الالتصاق بها أو أن تكون هي الراعي الرسمي للزوراء، يعني ما جت الموافقة. حتى أبو الميناء قلت له ما يصير احنا ناديين نربطهم، يعني أبو الموانى قلت له ناديين نربطهم، أنت ترعى الموانى صح لأنه بالبصرة ونادي كبير أيضا جدا والمفروض أيضا ترعوه، وقال عندي المبالغ الكافية لهذا الموضوع، بس ما أعرف ليش تصير هاي العقدة. إيش عدوا ياكم أبو المالية؟ ده نعمل إن شاء الله خلال الفترة القادمة على يعني إذابة هذا الموضوع، وإن شاء الله تصير الأمور يعني على السنة القادمة تجاه الأحسن.